بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى برنامج المسافة الاجتماعية الذي ينتج ويبث بشكل مشترك بين قنوات تلفزيون قطر وقنوات الكأس وكذلك قنوات الريان وأيضا إذاعة قطر. ويجلي الله من الغم ما لن تصدق أنه قد ينجلي ويبعث الحياة في رميم الأماني، فإذا بالعسر قد أمسى يسرى وإذا بالوعر قد لان برحمته فبات سهلا. نعم سالم ومشاهدينا، فلا وباء يقهر الحياة التي كتبها الله لنا إلى أن يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. فانظر حولك تجد الكون يتأهب للحياة من جديد، فهذه صرخات أطفالنا على مداخل مدارسهم قد عادت لتمزق سكون الهلع الذي اعترى مدننا، وهذه سماؤنا قريبا تعيد لطائراتنا خطوط الود بين أصقاع الأرض كلها، وهذه شوارعنا تستعيد رويدا خطانا فنستعيد على مداخلها ابتسامات العابرين. لن نعدم بإذن الله حلما بأن يغمر ليالينا، هذا فجر جميل، وإذا أوقدنا مصابيح الحذر ومشينا بثقة الصابرين وتفاؤل الموقنين بأننا سننجو طالما ظلت أيادينا متشابكة وطالما ظل فينا ذات الإيمان وذات الحرص. مرحبا بكم مشاهدينا، كما نرحب بزميلتنا مذيعة لغة الإشارة الأستاذة ميسم بدر، وأيضا نرحب بمشاركاتكم على البيانات الظاهرة أسفل الشاشة على رقم 5 9958585 وهاشتاج البرنامج المسافة الاجتماعية. نعم نرحب بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. في بداية هذه الحلقة، نشر موقع كوفيد 19 في قطر التابع للمؤسسة القطرية للإعلام على حسابها الرسمي بتويتر آخر المستجدات المعلنة من قبل وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1826 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد 19 وتعافي 2599 شخصاً من المرض، وذلك في 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 36,036 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة بسبب الفيروس. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، وأفادت الوزارة بأن حالات الوفاة الجديدة المسجلة اليوم تعود لأشخاص يبلغون من العمر 59 عام و24 عام و62 عام، حيث كانوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة. وتتقدم وزارة الصحة العامة بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسر المتوفين. نعم، كما سجلت الوزارة خلال 24 ساعة الأخيرة إدخال 20 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 239 حالة. الله يشفيهم يا رب. اللهم أمين. مشاهدينا مستمعينا الكرام، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو القانون الذي يعزز المشروعات الكبرى التي يتشارك فيها القطاعين على كافة المستويات. وبالتأكيد سيكون للقطاع الطبي نصيب كبير من هذه المشروعات. لمعرفة المزيد يشرفنا استضافة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية، وسعداء بتواجدك كل عام وأنت بخير. طبعا نريد أن نتعرف على طبيعة هذه الشراكة وهذا القانون. أول الله يمسيكم بالخير، مساك الله بالنور. ثانيا احنا نشكر سمو الأمير على إصدار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، والشكر موصول لمعالي رئيس الوزراء على دعمه للقطاع الخاص، والاجتماع الأخير كان مثمر مع معالي، والقطاع الخاص متفائل في الفترة القادمة بوجود الشيخ خالد وتوجيهات سمو الأمير. فالقانون أكيد قاعدة كبيرة ينطلق منها
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وأتى في وقته، وكانت الغرفة تطالب من زمن بعيد، وعقدنا بعض المؤتمرات وورش العمل، وطرحنا مسودة منذ فترة طويلة، ولكن مؤخرا الحمد لله صدر القانون، والقانون راح يخدم الشركات الوطنية ويطور مقدراته ويطور مقدرات القطاع الخاص ويخلق تنافسية أكبر لعمل الشركات الوطنية، ويخلق كذلك التمويل، نقل الخبرات، نقل التقنيات. فالميزات اللي راح يوفرها القانون الشراكة كثيرة ومتعددة، وأعتقد الآن هناك مشاريع كبرى انتهت ومحتاجة إلى إدارة، فالشركات المحلية مؤهلة جدا تدير هذه، وأتى القانون ليقنن هذه الشراكة بين الحكومة والشركات المحلية والقطاع الخاص، حتى يعني راح توفر فرص كثيرة. والقانون يعني يطور هذه الشركات مثل ما قلنا، في كثير من الميزات اللي راح، إذا كان العمل داخل قطر حتى خارج قطر ممكن جميل. القطاع الخاص أنه يتوافق مع الحكومة في بعض إدارة بعض المشاريع. فالقانون متشعب، القانون له نماذج كثيرة، في بعض الدول يوصل إلى 30 نموذج 40 نموذج، بس أهمها 5 نماذج اللي هي النماذج التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الشراكة خصوصا. طيب سيد محمد، يعني لو تحدثنا عن أهم يعني الجهات المستفيدة من هذه الشراكة، يعني أي أهم يعني القطاعات المستفيدة من هذه الشراكة؟ والله كثير من القطاعات، يمكن يأتي في مقدمة القطاعات الخدمية والصناعية، المستشفيات، إدارة المستشفيات، إدارة الفنادق، إدارة الجهات الخدمية، كان كهرباء، كان محطات مياه وغيرها كثير، يعني جزء من الميناء، من المطار. يعني سيد محمد عفوا على المقاطعة، إيش اللي راح يتغير مثلا؟ إيش الصورة النمطية اللي راح تتغير عن السابق؟ مثال يعني عن السابق، بيصير المشاريع بتكون ذات جدوى أكثر، كفاءة أعلى، مردود أفضل، بيصير بتوافر الجهود. لا. جهود بين القطاعين، بين الحكومة والقطاع الخاص، فكل عليه واجب. الحكومة عليها واجب توفير التسهيلات وتشريع والقوانين وتقنين الشراكة والرقابة، وتترك القطاع الخاص يعمل. فتضافر الجهود بين القطاعين هو كان مفقود في الفترة السابقة، فأعتقد القانون راح يقنن هذه الشراكة، راح يدعمها، فالميزات كثيرة، وراح تعود بالفائدة على القطاع الخاص وعلى الحكومة، وفي النهاية على الاقتصاد الوطني، إضافة أكيد للاقتصاد الوطني. نعم، الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أصبحت حقيقة الآن، وأظهرت أهميتها في العديد من المواقف، منها أيضا انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. حدثنا عن أهميتها الآن. والله حتى قبل الشراكة، قبل قانون الشراكة، يعني القطاع الخاص هناك شراكة غير معلنة يعني مع الحكومة، ويمكن جات في أخيرا في ما صار من الوباء الأخير كورونا وجائحة كورونا، والتعاون كان الغرفة ممثلة بالقطاع الخاص، عملت هناك برنامج اسمه تكاتف. التكاتف هاي يوفر بعض الخدمات، بعض الجهود لدعم مجهود الحكومة، مثل الخدمات، مثل المستشفى ميداني وغيره، ودعم جهود الحكومة. فالقانون راح يدعم العمل بين الحكومة والقطاع الخاص، وراح يوفر مزايا كثيرة. ممتاز الحقيقة، يعني هذا الكلام مبشر بالخير، ونتمنى بإذن الله أن تكون يعني هذه الشراكة شراكة منتجة، وبالأخص بدعم الاقتصاد القطري. ولكن هل الشركات الخاصة جميعها تلزم بهذه الشراكة؟
لا، هي في حالة تعاقدية مع الحكومة. نعم، هناك 5 نماذج من التعاقد، إذا كانت مناقصة، مزايدة، تكليف مباشر، ممارسة، أو من الوزير تكليف أو من الجهة الحكومية، ففيه نماذج من طرح المشاريع، الشراكة. الشراكة فيها تشغيل وإدارة وتسليم، فيها بناء وتشغيل وإدارة، فيها صيانة وإدارة وتشغيل، فيه نماذج متعددة للشراكة في مع الحكومة. فأكيد القانون راح يكون مفيد. مدة التعاقد بيكون 30 سنة، وممكن في استثناءات بعضها، يعني أتى في وقته، والقطاع الخاص ممتن للحكومة على إصدار القانون، وننتظر التشريعات اللي تسهل ممارسة القانون وتطبيقه على الواقع. جميل. سيد محمد، هل مثل هذه التشريعات والقوانين في مثل هذا الوقت يساعد على دخول رأس المال الأجنبي والاستثمارات الأجنبية إلى قطر، يعني تزامناً مع الشركات الخاصة والعمل الحكومي؟ مثل ما قلنا، القانون راح يفتح الباب واسع لكثير من المزايا، منها نقل الاستثمار الأجنبي، نقل التقنيات، توطينها، في الأخير تحقيق لرؤية قطر اللي ترى نقل التقنيات وتوطينها في قطر، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي. وإحنا لما نقول الاستثمار الأجنبي أكثر نركز على نقل التقنيات، فقطر الحمد لله صدر الاستثمار للخارج، لكن التقنيات في حاجة لها، وأعتقد البنية التحتية اكتملت، إذا شفنا المنطقة الحرة والمناطق الصناعية وغيرها، والمرافق من ميناء ومن مطار اكتمل، فالوقت أتى للاستثمار في هذه المناطق، نقل التقنيات، والقانون راح قانون الشراكة أتى في وقته لدعم هذه الجهود ونقل التقنيات لقطر. نعم. سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، شكرا جزيلا لك. شكرا. خطوة جميلة أمانة. شكرا. نتمنى أن تعود بالفائدة للجميع بإذن الله. اللهم آمين. حقيقة جميل، يعني حتى لاحظنا بالفترة الأخيرة يعني تسهيل القوانين في وزارة التجارة لفتح مجالات للأجانب في الاستثمار في قطر، أيضا التملك في قطر، أيضا الإقامة الدائمة، يعني هناك يعني دوائر تفتح. صحيح. والدوائر هذه تصب كلها في مصلحة. أكيد. يعني الاقتصاد عبد الرحمن، يعني ورب ضارة النافعة، ولكن أيضا قانون ربط الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، أتوقع أن هذا راح يكون نقلة نوعية الحقيقة في دعم عجلة الاقتصاد بإذن الله، وخصوصا في المشاريع الكبرى التي مثل ما ذكر ساعتها تحتاج إلى إدارة الآن بعد ما تم تنفيذها. نعم، مثل هذه الظروف أيضا أكدت على أهمية الشراكة سواء بين القطاع الخاص أو القطاع العام، وحتى في الاستثمارات الخارجية، وأيضا نفس ما ذكر سعادة السيد محمد، أنا قال لك حتى من قبل فيروس كورونا أيضا كان هنالك في تعاون وفي اشتراك بين القطاعين الخاص والعام، ولكن أتى بالفائدة في مثل هذه الظروف. أكيد عبد الله، مثل هذه التغييرات والتشريعات تحتاج وقت طويل، يعني صحيح. يعني كورونا لها مثلا 4 أشهر، لكن هذه التشريعات تم دراستها من يعني سنوات وأشهر طويلة حتى تنفذت في وقت، كنا مثل ما تقول الظروف هي اللي خلتنا نبدأ بهذه الخطوة، وفعلا أتت بفائدة على الجميع في جميع المجالات، مش بس نتكلم عن الشراكة. أكيد. هو طرح الآن هذا القرار يعني راح يعود بالفائدة على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن هناك ربط وهناك قوانين مثل ما ذكر، أيضا هناك 5 روابط راح تكون مقننة من ضمن المشرع بعد ما تطرح، سوف تتضح أيضا الرؤية للشركات سواء الخاصة منها أو العامة وتنظيم العمل في هذه المجالات. عبد الله طبعا مستانس لأن البنية التحتية اكتملت، فالحين بيصير التوزيع على كأس العالم والأمور الرياضية، هذا مجال ضمن المشاريع أصلا حق كأس العالم إن شاء الله، هذه الأمور اللي أيضا راح تأتي بالفائدة لدولة قطر مثل هذه المشاريع حتى الخارجية. طيب مشاهدينا الكرام، يعني شاركونا أيضا يومياتكم عبر بيانات التواصل الظاهرة أسفل الشاشة. فاصل وراجعين لكم الاستكمال ما تبقى من برنامجكم المسافة الاجتماعية. Stay safe, stay at home, do it for Qatar. عيسى
لاجي القطار اقعد في البيت. اترك مسافة بيني وبينك عشان قطار خليكم في البيت. عشان قطار خليكم في البيت. عشان قطار عشان صحتكم خليكم في البيت. قطار علشان صحتك خليك في البيت. باي. اهلا بكم مشاهدي الكرام، رجعنا لكم. وخليك في البيت يعني ان شاء الله على قولة عبد الله امس، يعني مذهب الشنطة عبد الله، وان شاء الله راح تفتح الاجواء قريبا متفائلين باذن الله. واول ان شاء الله طيارة عبد الله بيعطينا تغطية خاصة من داخل الطيارة. ابشر ابشر ان شاء الله. احنا متفائلين ان شاء الله راح ترجع خطوط الطيران عندنا، وان شاء الله راح نرجع نسافر وتعود الحياة مرة اخرى. والان ننتقل لضيفك الكريم. طيب مشاهدينا الكرام، كيفية الحفاظ على السلامة النفسية للحوامل والنساء اللواتي وضعن حملهن مؤخرا في ظل جائحة كورونا والخدمات التي وفرتها الدولة بهذا الخصوص؟ يسعدنا التواصل عبر سكايب مع الدكتورة سوسن أحمد، وهي طبيبة نفسية في صدرة للطب. دكتورة سوسن، بداية أهلا وسهلا بك في برنامج المسافة الاجتماعية. غطينا في برنامج المسافة الاجتماعية أكثر من حالة الأطفال ومرضى القلب، من لديه مثلا ربو إلى آخره، والآن ننتقل إلى شريحة مهمة من المجتمع. ما هي نصائحك؟ أين وصل يعني التداوي مع يعني الأمهات في مثل هذا الوضع؟ نعم، أولا أنا سعيدة أن أكون معكم أن نناقش هذه الموضوع المهم قوي، وأشكركم للدعوة كريمة. وأول شيء أنا أريد أن أبدأ أن أقول لكم أن الصحة النفسية له علاقة، نعرف، على الصحة الجسدية، والصحة الأم النفسية له تأثير على الجنين وعلى المولود. لهكذا لازم نهتم بطريق كبير لصحة النفسية للحوامل والسيدات بعد فترة الولادة. وأحنا نلاقي في هذه الفترة يعني الصعبة إن جائحة الكوفيد 19 له تأثير على الصحة النفسية الحوامل والسيدات بعد فترة الولادة. ونلاقي في العيادة اللي عندنا إن كثير من السيدات يسألوننا كيف نحمي نفسنا، كيف نحمي الجنين من يعرضوا نفسهم للكوفيد 19، وكيف كيف سيكون الولادة، هل ممكن يكون معنا مرافق الولادة، وكيف نحمي المولود بعد الولادة، وكثير عندهم كثير من الأسئلة. نعم، على هذه. نعم ممتاز دكتورة. طيب أبرز يعني هذه الأسئلة، بحكم أنك أنت دكتورة نفسية، أبرز يعني الأسئلة التي وردت إليك من الناس في هذا الخصوص، أو أكثر الأسئلة اللي دائما تداولا تمر عليك دكتورة؟ كثير من السيدات يسألوننا هل في أمان أن نحضر الموعدنا في المستشفى ولا لا نيجي، وهل في أي خطر إن في الولادة في المستشفى، وهل ممكن أهلنا وأصدقائنا يشوفون ويرؤون المولود بعد يمشون من المستشفى. وكثير منهم يعني زي كل الأشخاص في هذه الوقت الصعبة يسألوننا إن متى يستمر الحياة الطبيعية، متى هذه هينتهي. وطبعا ما عندناش الأسئلة نعرف نرد على كل الأسئلة، لكننا ممكن ندي نصائح للسيدة. نعم دكتورة، مع تفشي هذا الفيروس ظهر العديد من الأمور التي بدأت تقلق البشرية بشكل عام، وبشكل خاص المرأة الحامل، لأن دخولها للمستشفى أصبح خطير في انتشار هذه الجائحة. كيف تحافظ المرأة على نفسيتها مع انتشار هذا الوباء، وبالتحديد المرأة الحامل؟
في كثير من الأشياء المرأة ممكن تفعل. أولاً تهتم بالأساس، الاحتياجات للأساس، تهتم بأكلها ونومها، وهذا الأساس لكل شخص. أوكي؟ بعدين في أشياء أكثر هي ممكن تعملها، ممكن تفعل بأنشطة إن هي تستمتع بها، هي ممكن تلعب رياضة، ممكن تستمتع بأي أنشطة اللي هي تحب تستمتع بها، تقرأ كتاب، تشوف برنامج على التلفزيون ممتع مش مقلق، تتكلم مع أصحابها، تكلم مع أصدقائها وأهلها، وتلاقي وتفكر كيف تجد كيف تستحفل بالولادة، لأن بسبب الوضع الحالي يعني التوتر النفسي، التوتر النفسي وكيف تستحفل بالولادة في 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 مجتمعتنا. احنا متعودين ان احنا نستقبل نعم الزيارات في المستشفى وفي البيوت وفي هذه الوضع في الحال لا ممكن نعمل هذا. سو المرأة لازم تفكر طرق بديلة كي تعمل. واحنا كمان نقول للمرأة في هذه الوقت ان نعم لازم تسمع، لازم كل شخص ان يلتزم بالابتعاد الاجتماعي، لكن لا نريد المرأة أن يكون في انعزال اجتماعي، هذا يسبب أكثر ويسبب شعور الوحدة، وهذه الأشياء ليس جيد للصحة النفسية للأوامل والبعد والفترة. سالم كان عندك سؤال؟ لا خلاص، بالعكس وقفت الدكتورة وما قصرت. جميل دكتورة، شكرا جزيلا لك يا دكتورة سوسن، يعني على هذا التوضيح. سوسن أحمد هي طبيبة نفسية في سدرة، وفعلا هي شريحة مهمة بالمجتمع، خصوصا يعني تحتاج عناية معينة، تحتاج صبر، في مخاوف معينة، تغذية خاصة، ضغوط نفسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم جميع المسلمين وجميع الناس من هذا الوباء. شكرا جزيلا لك. أمين يا رب. كان هذه الفائدة أكيد تعود للمتزوجين وأيضا للمرأة في هذه الفترة الحساسة. إذن مشاهدينا الكرام، يقوم قسم العلاج الطبيعي في مؤسسة حمد الطبية بتطبيق عدد من الحلول المبتكرة التي تتيح مواصلة تقديم خدمات تخصصية للمرضى الذين يحتاجون إليها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا استضافة السيد كامل زعرور، مشرف العيادات الخارجية للعلاج الطبيعي بالوكالة وأخصائي العلاج الطبيعي. أهلا بك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية. سابقا ما قبل الكورونا كنت تستقبلون سنويا تقريبا 250 ألف شخص في العيادات الخارجية صحيح للعلاج الطبيعي، ولكن حاليا مع تفشي فيروس كورونا أصبحت هنالك حلول استثنائية، ياريت لو تحدثنا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قسم العلاج الطبيعي قبل، زي ما تفضلت حضرتك، قبل كورونا تقريبا سنويا بنستقبل 270 ألف حالة أو جلسة كانت تقدم للمرضى. منذ ما انحصرت الحالات بتصاعد في قطر من البداية تقريبا في منتصف شهر 3، تم إبلاغنا بأنه لازم يكون هناك إجراءات مختلفة والتعامل مع المرضى وتحديد عدد المرضى. فإحنا واجهنا هذا التحدي بشكل سريع جدا حتى أن نقدر نقدم الخدمات وما نكون قصرنا مع أي حد بيستدعي أنه يجي على القسم. نعم. طبعا في بداية الموضوع إحنا لجأنا إلى إلغاء جميع المواعيد لجميع المراجعين اللي موجودين في جميع العيادات الخارجية، وهذا بناء على تنسيق من المدير الإداري والمدير الطبي في المستشفى. بعد ذلك حطينا إحنا خطة علشان نضمن أنه نقوم بتوزيع حالات المرضى بناء على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو حالات المرضى اللي كانوا عاملين عمليات ما قبل الجائحة، أو المرضى اللي هم كانوا عاملين عمليات خارج دولة قطر وبدهم يرجعوا لدولة قطر حتى يتلقوا العلاج. النوع الثاني من المرضى اللي هم كان عندهم آلام حادة ليست سببها عمليات، ولكن مثلا آلام الديسك الحادة، المشاكل اللي هي المريض بيعاني منها بشكل كبير. والنوع الثالث هو الحالات المزمنة اللي فيها آلام بسيطة وممكن المريض يقدر إنه ينتظر.
قسم العلاج الطبيعي في الحقيقة في البداية قام بتنشيط اللي هو الاستشارات التلفونية كإجراء مبدئي لتقديم الخدمات لجميع المرضى. عملنا بالفترة من 2023 إلى غاية ما أنه إحنا فعلنا خدمة الاستشارة المرئية عبر الفيديو بتاريخ 2024 كانت أول حالة اللي هو نبدأ إحنا نقدر نتواصل مع المريض عبر تسهيل طريقة التواصل، لأنه التليفون غير كافي إنك أنت تقدر تقيم الحالة، بحاجة إنه أخصائي العلاج الطبيعي يشوف المريض ويتواصل معه. فتواصلنا مع قسم المعلوماتية في مستشفى حمد وقدموا لنا الدعم الكامل، وتواصلنا مع وزارة الصحة وأخذنا جميع الاشتراطات اللي نقدر منها نقدم هذا النظام عن طريق مستشفى حمد. الموضوع صراحة يعني كان بسيط جدا على المرضى، انه بيتصل معه القسم بيبعث له عبارة عن رسالة نصية على الجوال، هو بيعمل عليها ابروف او موافقة، وبيحط بس رقمه الصحي وبيقدر يدخل على العيادة اللي بيكون فيها الاخصائي مواجهه مباشرة. دكتور سيد كامل، نعم. يرسل على رقم كم الرقم اللي يرسل عليه المريض العلاج الطبيعي؟ رقم معين على رقمنا احنا؟ نعم، لا يعني في رقم معين للعلاج الطبيعي عندكم عشان طبعا احنا عندنا الارقام موجوده في المستشفى، بس احنا عاده احنا اللي بنتواصل مع المريض. يعني حتى لو المريض انه بده يتصل معنا احنا بنيجي الخط الثاني من العلاج. يعني عاده المريض بيكون تم تحويله من طبيب العظام او الطبيب المعالج لقسم العلاج الطبيعي. أكيد بعد يعني ما بيقدر المريض طبعا يجي مباشره على القسم. انتم تتواصلون معه يعني بعد ما يتم التحويل ملفه عندكم انتم تتواصلون معه؟ نعم، نتواصل معه بالتليفون إذا الحالة بيحتاجه أنه يعمل استشارة مرئية، على طول بيتحول على قسم الاستشارات المرئية. استشارات المرئية بيتواصلوا مع المريض. طيب. الآن الأخصائي بيستطيع يشوف ويقيم ويقرر. إذا وجد أنه الحالة مستدعية أنها تيجي على القسم، القسم ما سكر خدماته نهائيا، خصوصا للحالات الحرجة، مع توفير طبعا جميع الاشتراطات الصحية لتفادي نقل العدوى. طيب سيد يعني كامل، احنا نعرف العلاج الطبيعي لفعاليته يجب الاستمرار عليه، مثلا بعض الناس يتلقى نعم. علاج يومي، بعض الناس نعم. يتلقى 4 جلسات مثلا بالاسبوع. صحيح. طيب صحيح. هذا نعم. الشخص اللي كان متعود على جلسات يومية او معظم الاسبوع، نعم. كيف استطعتم يعني موازنة هذا العمل مع هذا المريض خصوصا أيوة. فترة طويلة يعني؟ نعم نعم، احنا زي ما انا شرحت لك بسبب الظروف الحالية طريقة العلاج وعدد التكرار اختلف، صارت الأولوية عندنا للمرضى اللي محتاجين أكثر اللي هم العمليات والإصابات والكسور والحوادث. نعم. بالنسبة أيوه هذول اللي احنا ركزنا عليهم ما قصرنا معهم بعدد الجلسات. يعني المريض كان باستطاعته يجي يوميا أو يجي يوم بعد يوم حسب الحالة بعد التقييم في المستشفى، يعني يتعالج تحت الإشراف العلاجي. نعم. أما الحالات الثانية اللي هي الاستشارة المرئية بيقوم بأنه الأخصائي بيتواصل معه عن طريق الفيديو زي ما شرحت، بيعطيه الجلسة الأولى وبرد يتواصل معاه بعد يومين أو ثلاث حسب الموعد للمريض، برد يعمل معاه كمان استشارة مرئية. الآن إذا أخصائي العلاج الطبيعي شاف إنه المريض ما بيستجيب للعلاج بحوله على العيادات الفورية اللي هي لازم المريض يحضر على قسم العلاج الطبيعي ويتلقى جلسات تحت الإشراف الفوري. نعم، هو هذا الطريقة المتبعة. نعم، هو استكمالا لسؤال أخوي عبد الرحمن، هو نعم. يعني يحدد أن بعض الناس لابد أن يتم معالجتهم بشكل يومي، ولكن قد إذا تم تأجيله بسبب نعم. هذه الجائحة قد يكون هناك أثار سلبية على العضلة أو على اليد أو على الظهر، وهذا مما يسبب عائق آخر يستحق العلاج من أول وجديد. ما هو أنا وضحت لك. أنا عارف معك دكتور، نعم. لكن إحنا نتكلم أن بعض الإرشادات عن طريق الهاتف أو عن طريق السكايبي أو الفيديو، هل يستطيع المريض تطبيقها بنفسه أو هل نعم يمتلك نعم أجهزة؟ أنا فهمت عليك، أنا بدك أنت طريقة التقنية كيف بتم أخصائي العلاج صحيح. الطبيعي إعطاء المعلومات للمريض. صحيح. نعم، ال- 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 الطريقة بتتم أنه أصلاً أخصائي العلاج الطبيعي مزود بعدد من الفيديوهات والإرشادات والتمارين اللي بيقدر يعمل معها مباشرة بكبسة واحدة تظهر لشاشة المريض، فالمريض بيقدر يشوف التمرينات اصلا عن طريق الفيديو، التواصل مع الاخصائي اللي بيسوي معه التمارين. يعني كل مريض كان ياخذ موعد ساعه متواصله لاخصائي علاج طبيعي. طيب واذا كان يعني يحتاج لاجهزه؟
نعم الآن بالنسبة للأجهزة، بعض المرضى متوفر عندهم بعض الأجهزة كنا نعطيهم الإرشادات كيف يستخدموه في المنزل. نعم. الآن أنا زي ما وضحت لك إذا كان العلاج عن طريق الاستشارة المرئية غير كافي بيستدعى المريض أنه يجي عندنا على القسم. ممتاز. لكن إحنا حددنا برضو، يعني هو المريض مو هو اللي بيحدد أنه كم جلسة بتلزمه، حسب أخصائي العلاج هو بيشوف. ممكن المريض طبعا بده يرتاح وبيفضل أنه يجي 5 مرات وأربع مرات أو يومي لراحة المريض، لكن برضو رأي الطبي له دور. صحيح. يعني عشان هيك لازم نوازن إحنا بين رغبة المريض ورأي الأخصائي العلاج الطبي. صحيح. نعم هو نعم. سبحان الله رب ضارة نافعة. في ناس كانوا ينتظرون مواعيد بالأيام وكانوا يحتاجون للذهاب للعلاج الطبيعي، ولكن الآن أصبح العلاج الطبيعي عن بعد. هل تعتبر نعم. تجربة العلاج الطبيعي عن بعد ناجحة لكل الحالات وقد تعتمد في المستقبل ما بعد كورونا؟ والله بالحقيقة هي أصلا كل الإدارة متوجهة أنه تعتمد، يعني هي فترة التقديم الاستشارات المرئية ما راح تكون فقط بفترة كورونا، بالعكس هي عملية تسهيلية في المستقبل راح تكون ما بين التواصل أخصائي العلاج الطبيعي والمريض، بحيث أنه يقدر يفحص المريض عن طريق الاستشارة المرئية ويقدم له الخدمات والنصائح حتى ما ممكن يجي موعده القادم. زي ما أنا شرحت لك إحنا قبل كورونا كنا نستقبل سواء العيادة الخارجية للرجال أو النساء ما لا يقل عن 1000 مراجع يوميا، يعني عدد ضخم جدا، غير المستشفيات الأخرى اللي هي مركز قطر للتأهيل ومستشفى الوكرة ومستشفى الخور وعيادات الأطفال. يعني أنا بحكي لك بس عن نوع واحد اللي هو العظام والمفاصل. نعم. فالعدد المراجعين عدد ضخم جدا في مستوى جميع المستشفيات. نعم. علشان هيك زي ما أنت تفضلت في المستقبل نعم. الآن ممكن أضيف لك أنا المعلومة اللي الآن القسم شغال عليها والآن تقريبا راح تفعل قريبا، اللي هي الفيديوهات اللي تتوصل للمريض عن طريق التكست مسج، يعني أنه الأخصائي مجرد أنه قرر هذا التمرين ملائم للمريض وبعد ما أنه سوى معه الاستشارة المرئية بيروح هو باعت له على التكست على الموبايل رسالة أيوة فيها محتوى جميع التمارين اللي بتلزم للمريض، فالمريض بيعملها وبالمقابل إعادة استشارة، يعني مش أنه هو بيعطيه للمريض التمارين وبينسى المريض، لا هو بيعطيه كتجربة التمارين المناسبة. بعد مثلا 4 أيام أو 3 أيام بيكون عنده موعد آخر حتى الأخصائي يقيم هل هاي التمارين مناسبة أو يزيد الكمية تاعتها أو يغير النوعية. ممتاز. وهكذا. طيب نعم. يعني سيد كامل نصيحة توجهها لمشاهدينا وبالأخص من يتعاطى مع قسم العلاج الطبيعي والتأهيل. نعم. إحنا بالنسبة لنا طبعا بنرحب بجميع المرضى بالفترة الحالية، لكن هناك مرضى مش بحاجة فعلا أنهم يجوا عنا على القسم، فإحنا بنطلب منهم يتعاونوا معنا حتى ما يصير عندنا ضغط على السيستم. صحيح. النوع المهم الآن إن زي ما بيحكوا فيه أولويات، الأولويات هي الحوادث، الكسور، الإصابات، العمليات المتأخرة، إحنا الآن مركزين عليها حتى ما يصير عندهم أي مضاعفات. جميل. أما المرضى الآخرين اللي المريض اللي ما عنده ألم، لأنه الآن أنت عارف الناس كلها جالسة في البيت، يحاول يعمل نشاط بدني منزلي بيحسن من كفاته وبيخفف من الألم اللي عنده، وفي أي وقت هم بيقابل الطبيب والطبيب بينصحوا للعلاج الطبيعي إحنا مباشرة القسم بيتواصل معه تليفونيا، إذا وجدوا أنه بحاجته بيردوا يحولوه على الاستشارة المرئية، إذا فعلا المريض بعد الاستشارة المرئية بحاجة أنه يحضر على القسم إحنا بنرحب فيه وكفاءاتنا كلها موجودة وماخدين جميع الاحتياطات، جميع الاحتياطات حتى نضمن ما في نقل أي عدوى. والحمد لله للآن مع تواجهنا للجمهور ما حدث عندنا ولا إصابة نقل عدوى داخل القسم، مع أنه في أعداد كبيرة بتراجعنا الحمد لله. طيب. هذا فضل من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافية سيد كامل وتقوم بجهد جبار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي المرضى ويرفع هذا الوباء عن الناس أجمعين. إذا كان معنا السيد كامل زعرور مشرف العيادات الخارجية للعلاج الطبيعي بالوكالة وأخصائي العلاج الطبيعي، شكرا جزيلا لك. شكرا وفالهم التوفيق بإذن الله. مشاهدين الكرام ننتقل معكم أنا وزملائي إلى هذا التقرير أو هذه النظرية من نظريات المؤامرة الكثيرة التي جابت مواقع التواصل بعد ظهور وباء كورونا، وهي دور شبكات الجيل الخامس في انتشار فيروس كورونا وأسباب المخاوف التي رافقت هذه الشبكة منذ إنشائها. نتابع. تستمر جائحة كورونا في تحقيق أرقام قياسية حول العالم، ويستمر معها الخوف والتوجس والأخبار الزائفة التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي.
ولابد أنكم سمعتم بعلاقة شبكة الجيل الخامس 5G بانتشار فيروس كورونا، ورأيتم بعضاً ممن صدقوا الخبر وقاموا بإحراق شبكات الجيل الخامس متهمين إياها بقتل الناس والمساهمة في نشر العدوى بينهم. نظرية المؤامرة هذه بدأت تنتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل لتدخل الشك في قلوب العديد من الناس، وهم يترقبون انتهاء الحجر ويتساءلون من وراء كل ما يحدث. تويتر وباقي مواقع التواصل قاموا بخطوة استباقية لحذف كل المقاطع التي تساهم في نشر الأخبار الزائفة عن الوباء، غير أن الخوف من شبكة الجيل الخامس بدأ حتى قبل ظهور كورونا، حيث يستند من يعارض الشبكة استخدامها للموجات الميليمترية التي تمكن من رفع سرعة صبيب المعلومات بعشرة أضعاف، بيد أنها تحتاج إلى عدد أكبر من شبكات الوصل، كون الموجات الميليمترية لا يمكنها اختراق البنايات والأشجار وحتى الأمطار، مما يهدد بتواجد صبيب أكبر للموجات الكهرومغناطيسية وتشكيلها خطراً بذلك على صحة البشر. العلماء يؤكدون أن الجيل الخامس لا يستخدم موجات ضارة أو ما يسمى بالموجات الأيونية ليدحضوا بذلك كل سوء قد تسببه، ويؤكدون على أن الجيل الخامس سيكون أحد أهم ركائز بناء عالم الغد: مدن ذكية، سيارات بدون سائق، عمليات جراحية عن بعد، وغيرها من الخدمات المستقبلية التي كانت تغازل عقولنا في أفلام الخيال العلمي. ربما يكون الخوف من الدبدبات الكهرومغناطيسية معقولاً، لكن ربطها بنشر فيروس كورونا يجانب المنطق. طرق انتشار كوفيد-19 يعرفها الجميع، كما يعرفون طرق الوقاية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تساهم شبكات المحمول في انتقاله، لكنها وسيلة مناسبة لنقل المعلومة، ومهمتكم انتقاء الصالح من الطالح. والله فعلا نظرية المؤامرة هذه نظرية واسعة، صحيح. يعني خصوصا يعني الموضوع مش بس شبكات الـ 5G، يعني في ناس كثير يقولون ان حتى صحيح. فيروس كورونا اصلا يعني هناك يعني جهات معينة مستفيدة، وانه وهم اصلا مش موجود، يقول لك يعني اصلا ما في فيروس كورونا، هاي كلها يقول لك نظريات فقط. 5G هو يعني راح انه هو سبب في انتشار هذا الفيروس، وهناك مظاهرات وتخطيط، وهناك ايضا مقالات على هذا الموضوع، وانا يعني من وجهه نظري هذا الامر بعيد كل بعد عن انتقال الفيروس. قاعده في البيت خلت الناس تدخل في قصص خياليه نفس الافلام، عرفت؟ اول ما صار الفيروس قلنا احنا كنا نشوفه في الافلام، ما كنا نشوفه في الصدق، لكن الحين الناس قاعدين فطلعوا بنظريات مؤامرة، طلعوا بنظريات بأن الفيروس مفتعل، في ناس قالوا أصلاً الفيروس مش موجود، وإحنا من خلال برنامج مسافة اجتماعية نعم قالوا إنه وهم، أكثر من دكتور وبروفيسور أكد وجود هذا الفيروس، ودائماً نتكلم عن أمور واقعية حدثت في العالم، أما كنظريات ومواقع التواصل الاجتماعي فما راح نخلص منهم. لا هم يقول الجيل الخامس إنه له دور رئيسي في نقل الفيروس، ما بلش على قولت ما تم تفعيله بشكل كامل مثل ما قلت عبد الرحمن، صحيح ما تم تفعيله يعني ما تم تفعيله في دول كثيرة يعني. نعم هناك يعني وجهات نظر وتختلف الحقيقة. القاعدة في البيت، وانتم خلكم أيضا مشاهدينا في البيت وتابعونا، راح أطلع معاكم فاصل ونلعب ده. عشان قطر خليك في البيت، عشان قطر خليك في البيت. لأجل قطر كلنا في البيت. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل. منذ بداية تفشي كورونا قدمت مكتبة قطر الوطنية العديد من المبادرات، كما نظمت فعاليات عن بعد ساهمت في استفادة الجمهور من موارد المكتبة ومحتوياتها المختلفة، كما عززت المكتبة من ثقافة الحجر المنزلي خاصة لدى الأطفال من خلال برامج أيضا
مميزة. للحديث عن هذا الموضوع يشرفنا التواصل هاتفيا مع السيدة عبير الكواري، مديرة شؤون البحوث وخدمات التعلم في مكتبة قطر الوطنية. سعداء بتواجدك معنا عبر الهاتف. ومكتبة قطر الوطنية كانت في صدارة الجهات التي تكيفت واستجابت لمقتضيات مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19. كيف كانت هذه الخطوات لمواجهة هذا الفيروس وكذلك لتكييف السبل لمحبي ورواد هذه المكتبة؟ مرحبا فيكم وشكرا على الاستضافة لهذا البرنامج. مكتبة قطر الوطنية أمانة كانت سلامة موظفيها وروادها من أعلى في أعلى سلم الأولويات لدينا حقيقة، وكنا حريصين جدا على تقديم الخدمات المعلوماتية والمعرفة لزوار المكتبة وروادها حتى وهم في هذا الوقت في الحجر المنزلي. وأمانة في فترة الحجر المنزلي ممكن هذا الوقت من أهم الأوقات اللي إحنا نوفر المصادر المعرفة لاستمرارية عملية التعلم لجميع شرائح المجتمع. ومما لا يخفى على الجميع ممكن مكتبة قطر الوطنية منذ تأسيسها استثمرت في قنواتها الرقمية، وكانت لدينا العديد من مصادر البيانات الإلكترونية، وكان شيء طبيعي جدا بالنسبة حق الموظفين وأخصائيين المعلومات أنهم يستمرون في تقديم هذه الخدمات للجمهور. جميل. أستاذ عبير، يعني إحنا نعرف أن مكتبة قطر الوطنية أصبحت من المراجع المهمة يعني على مستوى العالم، خصوصا للباحثين والقارئين وللدراسات العليا وأيضا للطلاب المدارس، لما فتحت من يعني آفاق خصوصا عن طريق الشبكة العنكبوتية. في ماذا ساهمت خصوصا في جائحة كورونا مكتبة قطر الوطنية؟ يعني هل هناك مثل أرقام معينة وصلتم لها، دراسات معينة تعكس أرقام استخدام يعني المستفيدين من مكتبة قطر الوطنية؟ طبعا بطبيعة الحال لأن المكتبة حين مبنى المكتبة مقفل كان في إقبال كبير على استخدام مصادر البيانات الإلكترونية، سواء كانت من خلال الأبحاث أو من خلال البيانات أو مصادر البيانات الإلكترونية البحثية. كذلك لدينا العديد من وسائل المعرفة اللي تعزز تعليم الأطفال وقراءة القصص والمنصات الرقمية التعليمية. بسبب عدم وجود مجال للاستعارة في الكتب كان هناك اطلاع أكبر من الجمهور على استخدام المصادر الإلكترونية هذه، بالإضافة إلى زيادة عدد المشتركين أو عضويات المكتبة، حيث تمكننا الحمد لله من تعزيز خدماتنا بحيث أن الشخص ممكن يدخل من خلال موقع إلكتروني المكتبة ويسجل عضويته. أي شخص موجود في دولة قطر لديه بطاقة هوية قطرية يمكن على طول أن يسجل في عضوية المكتبة. في السابق كان الشخص يسجل إلكترونيا ويتوجب عليه أن يجي مبنى المكتبة لاستلام بطاقة عضويته. إحنا عززنا هذه الخدمة من خلال أن إتاحة الولوج أو الدخول إلى المصادر البيانات الإلكترونية بشكل فوري على طول، مجرد أن الشخص يدخل بياناته يتوفر له رقم مستخدم ورقم سري، ويقدر على طول أنه يستفيد من استعارة الكتب الإلكترونية أو السمعية أو المصادر المتعددة. نعم سيد عبير، كلمينا عن الدليل المختصر لفيروس كورونا كوفيد 19. طبعا يتمثل دور المكتبات في جميع أنحاء العالم في توفير المعلومة الموثوقة للجمهور من مصادرها الرئيسية، بالإضافة إلى محاربة الأخبار المزيفة والشائعات المتعلقة بأي موضوع سواء كان باهتمام شخصي للفرد أو باهتمام عالمي. ومن هنا كان إنشاء هذا الدليل، دليل مختصر عن فيروس كورونا. كان الهدف من إنشائه أن توفير المعلومات الموثوقة والدقيقة للجمهور بشأن هذا الفيروس المستجد، خصوصا أن المعلومات المتوفرة لدى العالم بشكل عام ولدى منظمة الصحة العالمية عن هذا الفيروس مش كبيرة، لذا كان مهم جدا لنا أن نوفر هذه المعلومات المختصرة في مكان واحد تمكن من رفع الوعي للأفراد المجتمع عن هذا الفيروس وحصولهم على المعلومة الدقيقة وتعويدهم على كيفية التعامل مع هذا الوباء أو الجائحة أو الفيروس المستجد. ممتاز. يعني الآن بالنسبة، أنا بس بعود لما ذكرتي بالنسبة لتسجيل التسجيل في الموقع، مجرد أن إدخال البطاقة الشخصية أو رقم البطاقة الشخصية
يستطيع الشخص بعدها الاستعارة من المكتبة؟ هو في يعني فورما أو نموذج إلكتروني، مجرد أن الشخص عنده بطاقة هوية سارية المفعول يدخل بياناته على طول، وعلى طول يعني في نفس من خلال دقائق يقدر على طول يدخل مصادر البيانات المتوفرة سواء للباحثين أو العامة من الناس أو حتى الأطفال. طيب ممتاز. بالنسبة لبرامج الأطفال يعني أنتم دائما سبقين أيضا في هذا المجال، ودائما ما تقدمون يعني نوعية من البرامج للأطفال ممتازة وجيدة وتمت الإشادة بها في ظل هذه الجائحة، ماذا قدمتم؟ طبعا احنا تحولنا في تقديم فعالياتنا وبرامجنا وورشنا التدريبية بشكل إلكتروني. ممتاز. قام أخصائي المكتبات في مكتبة قطر الوطنية بالتدرب على كيفية إتاحة هذه الفعاليات باستمرار إعطاء المعرفة وتوفيرها للمجتمع، وبأهمية أكثر أو تركيز أكثر على الأطفال من خلال المنصات الإلكترونية، سواء كانت من خلال قنوات التواصل الاجتماعي قدمنا قصص رواية القصص الأطفال بالشركات العديدة، مثلا مع بالتعاون مع كيدزانيا أو مع مؤسسة كتاتيب. هناك الكثير من الفعاليات اللي قدمناها لهم، بالإضافة إلى مساعدتهم في حل الواجبات المدرسية قبل فترة قبل إجازة العيد. وحاليا احنا نطمح لتوفير فعاليات اكثر للاطفال من خلال هذه المنصات، بالاضافه الى برنامج مايكروسوفت تيمز اللي نعتمد عليه في تقديم هذه البرامج، وندعو كافه شرائح المجتمع والاباء لتسجيل اطفالهم وحثهم على الدخول الى هذه البرامج التدريبيه اللي تقدمها مكتبه قطر الوطنيه للاستفاده منها في هذا الوقت. استاذ عبير، حقيقه احنا نشكركم على هذه الجهود الكبيره لخدمه هذا الصرح، يعني المفخرة للتعليم وباب من أبواب المعرفة، مكتبة تحوي أكثر من 1,000,000 كتاب، العمل فيها ليس بالشيء البسيط. إذن كانت معنا السيدة عبير الكواري مدير شؤون البحث وخدمات التعليم في مكتبة قطر الوطنية، شكرا جزيلا لك. نعم شكرا. ووصلنا لختام هذه الحلقة مع الزملاء، أتمنى أنكم استفدتم من حلقة اليوم، شكرا لضيوفنا وشكرا لكم على المشاهدة، وحتى نلتقيكم غدا بنفس التوقيت، إلى اللقاء.